مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة من العربية للحرب في لبنان، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر، حيث أعلنت إسرائيل بدء قواتها عملية برية مركزة ومحددة في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات فرقة الجليل، والتي تضم مقاتلي ألوية الاحتياط 3 و8 ولواء النحال الشمالي 228، بدأت التوغل البري في الجنوب اللبناني. قبل ذلك وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان قرى جنوب لبنان بعدم العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، حفاظا على سلامتهم على حد تعبيره. هذا وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الغارات على القرى التي طلب إخلاءها لا تزال مستمرة ولن تتوقف. وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل الجندي إيتاي أزولاي في المواجهات على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن جنديين آخرين من وحدة التنقل 55-15 أصيبا أيضا بجروح خطيرة، تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين مثيرين للريبة أطلقا من الشرق بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل. من حيث ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك يا زياد. سوى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بدء هذه العملية المركزة والمحددة في جنوب لبنان، هل ثمة أي معلومات أخرى يمكن أن نستطلعها منك؟ فقط دعنا نبدأ بما هو عاجل الآن. إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، جنوب تل أبيب وشمال تل أبيب أيضا أطلقت صفارات الإنذار. التقدير الأول قد يكون من قطاع غزة لمناسبة 7 أكتوبر، وهذا ملفت بحد ذاته بعد عام أن تطلق صواريخ من هناك. أنا أحاول أن نتأكد من هذه المعلومة إن كانت فعلا من القطاع، هذا سيكون ملفتا جدا وكان ربما متوقعا إذا ما كانت هناك هذه القدرة. لمناسبة اليوم هو 7 أكتوبر الذي بدأت فيه هذه الحرب عمليا قبل عام بالضبط على قطاع غزة. فيما يتعلق بالعملية البرية، بطبيعة الحال هي لم تبدأ اليوم، بدأت قبل أيام. الجيش الإسرائيلي في كل مرة يريد أن يوسع نطاق العمليات، يغلق مستوطنات يعتبرها منطقة عسكرية مغلقة ويدخل قوات اتجاه القرى اللبنانية. حتى الساعة كان يعمل في محيط 7 قرى لبنانية، يخطط أن يعمل في مزيد 7 قرى لبنانية على ما يبدو إضافية يحتاج هذه القوات، لهذا أدخل قوات الاحتياط إلى تلك المنطقة بنفس الوتيرة وبنفس التصنيف إنجاز التعبير، بمعنى لا نتحدث عن اجتياح بري تقليدي دخول دبابات كثيرة وقوات مشاة، وإنما العكس، دخول قوات مشاة كثيرة وعدد قليل من الدبابات والآليات الهندسية التي تواكب هذه القوات، والتي لا تتوغل عادة بشكل كبير جدا وإنما على أطراف البلدات اللبنانية المقابلة للمستوطنات حاليا. طيب، ولكن زياد، يعني بحسب معرفتك، لماذا أعاد الجيش هذا الإعلان مجددا اليوم وهو ذات الإعلان الذي أعلنه قبل مدة أو قبل أيام أو قبل أسبوع تحديدا، يعني أنه سيبدأ عملية برية محددة ومركزة كذلك في جنوب لبنان؟ ماذا يفهم من ذلك يعني بحسب يعني معرفتك بما يدور من معلومات الآن؟ يفهم من ذلك ربما التوقيت أيضا مع 7 أكتوبر وهذا الانشغال بالجبهة الآن الشمالية، كأنها خطة جديدة أو عملية جديدة.
سبق وأن فعل ذلك في مرات سابقة، أعلن إدخال المزيد من القوات تضاف إلى الفرقة 98 كوماندوس التي تعمل بشكل أساسي في جنوب لبنان. الآن الحديث عن قوات احتياط في مجملها التي تدخل، الواضح بأن إسرائيل تريد أن تتابع في هذه العملية على امتداد الحدود. نذكر حوالي 80 كيلومترا يحتاجون إلى قوات هائلة لفعل هذا الأمر. السؤال، هل يعمقون ذلك شمالا أم لا؟ هذا هو السؤال باعتقادي اليوم، وليس مجرد إدخال قوات، هذا لا يعني الكثير، لأن هذه العمليات مستمرة كما قلنا منذ أيام ولا جديدة فيها. لكن إذا كان هناك مخطط إسرائيلي لتعميق هذا الموضوع وصولا إلى الليطاني، سنعرف عنه ربما في خلال الأيام المقبلة، لكن هذا التطور يبدو عاديا جدا. اسمح لي زياد أن أذكر بهذا العاجل الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية، كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية. إذن رشقة صاروخية جديدة من القسام باتجاه تل أبيب تحديدا، ماذا لدينا من تفاصيل يا زياد؟ كما توقعنا تماما، كتائب القسام هي التي أطلقت الصواريخ اتجاه تل أبيب وريشون لتسيون. على ما يبدو بأن كانت هناك محاولات اعتراض، لكن ليس لدينا تفاصيل يعني تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع. المعلومات لدينا بأن إطلاق الصواريخ تم من جنوب قطاع غزة، من منطقة خان يونس تحديدا، وبالتالي هذه صواريخ بعيدة المدى، متوسطة إلى بعيدة المدى، كي تصل إلى تل أبيب. صواريخ مقادمة تملكها حماس عمليا، وهي تصنيع ذاتي على فكرة وليست صواريخ من الخارج. ماذا نعرف من جديد التفاصيل المرتبطة بالرد الإسرائيلي على إيران؟ حاليا لا يوجد جديد. هناك قرار إسرائيلي اتخذ على ما يبدو بهذا الرد. طبيعة هذا الرد لم تتضح حتى النهاية، ولكن التقديرات بأنه سيكون ما بين السقف الأعلى والسقف المنخفض من التصعيد، بمعنى لن يكون هدفا كالمرة الماضية إطلاق صواريخ على بطارية اعتراض ودفاعات جوية، وإنما سيكون هدف أو أهداف على الأرجح تتعلق بالحرس الثوري الإيراني، مواقع عسكرية، مطارات تابعة للحرس الثوري، وخزانات وقود تابعة أيضا للحرس الثوري، وربما قطع بحرية تتبع له. ربما هذا هو التصعيد المقبل عمليا الذي قد يكون قريبا جدا وفق المراقبين في إسرائيل. زياد حلبي مدير مكتب العربية في فلسطين، كنت معنا من حيفا، تحياتي إليك دائما. كانت إسرائيل جددت قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبدوره أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تشمل بنية تحتية لحزب الله. وكان القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية جاء بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء منطقتين، فيما قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس بريس إن إحدى الغارات التي استهدفت مبنى في سان تيريز سوته بالأرض. وبعد إحدى الغارات الإسرائيلية على أحد المباني استمرت الانفجارات في المبنى لنحو ساعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا تخص ركن استخبارات حزب الله في بيروت، شملت وسائل جمع للمعلومات ومقار قيادة، بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى.
عقب ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الكرمل وخليج حيفا والجليل الأعلى. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما أشارت مصادر العربية بأن 5 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صواريخ حزب الله في حيفا. قال حزب الله إنه استهدف قاعدة عسكرية قرب حيفا للمرة الثالثة بعد هجومين بمسيرات استهدف قاعدة أخرى في المنطقة نفسها. وقال الحزب في بيان له إنه استخدم عددا من صواريخ فادي واحد لاستهداف قاعدة الكرمل جنوب حيفا. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور لعملية اعتراض الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام باتجاه إسرائيل وباتجاه تل أبيب تحديدا. إذن هذا تأكيد للعنوان الذي نوهنا إليه قبل قليل على شاشة العربية، وهي عملية إطلاق صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه تل أبيب تحديدا. والآن هذه هي مشاهدينا صور لعملية الاعتراض لهذه الصواريخ التي أطلقت قبل قليل من جنوب قطاع غزة. إذن ومعنا من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة العربية غنوة يتيم، أهلا بك يا غنوة، أود أن أعرف منك ما هو الجديد، التحديثات الخبرية فيما يتصل بإن كانت هنالك أي غارة جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي على الضاحية. لا شيء جديد منذ صباح هذا اليوم عندما كان هناك غارة حوالي الساعة 7 تقريبا على منطقة برج البراجني، ولكن بعد ذلك لم يكن هناك غارات، كان هناك بعض يعني مخلفات ما حدث يوم أمس عندما استهدفت منطقة السانت تيريز. لا أعلم إن كانت سحب الدخان لا تزال واضحة في عدسة الكاميرا، ولكن هذا المكان منذ يوم أمس وعلى كان قد رصدته أيضا كاميرا العربية مساء كيف كان هناك انفجارات تحدث جراء استهداف تلك المنطقة. يوم أمس الغارات وصلت تقريبا عددها إلى 8 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن حجم يعني تلك الغارات كان الأقوى في منطقة السانت تيريز، حيث يعني رصدت أيضا بعض الأجسام التي تطايرت جراء هذا الاستهداف. وصباحا أيضا كان هناك يسمع بعض الأصوات التي تصدر جراء هذا الاستهداف. أيضا أحيانا يكون هناك انهيار لأبنية، يعتقد السكان بفعل الغارات بطبيعة الحال، يعتقد السكان بأن هناك غارة جديدة أصابت المنطقة، ولكن هذا يكون بفعل غارات سابقة. الجديد أيضا كان البيان الذي أصدره حزب الله صباح هذا اليوم حول موضوع مرور عام على ذكرى حرب غزة. طبعا تحدث فيه عن جبهة غزة، ولكن أيضا تحدث عن جبهة الإسناد التي فتحها في 8 أكتوبر، وهو قرر يعني قال بأنه كان قرار بالوقوف مع الحق بجانب الحق، ولكن أيضا أقر بالخسائر التي دفعها حزب الله إن كان عبر مقتل قياديه، الخسائر العسكرية والتي وصفها بالأثمان الباهظة والمكلفة في البنية العسكرية والمادية والنزوح، وإضافة إلى الثمن الذي دفعه المدنيون جراء تلك جبهة الإسناد، ولكنه يعني رأى بأنه يعني طلب الصبر من قبل المدنيين لأنهم يعني مصرين على على فتح تلك الجبهة حتى صد العدوان كما جاء في البيان. غير ذلك يعني هناك هدوء حذر كما ذكرنا يخيم على ضاحية بيروت الجنوبية، المطار حتى اليوم لا يزال يعمل بشكل طبيعي، صور الدمار دائما
دائما تأتي من داخل ضاحية بيروت الجنوبية بشكل كبير. الأهالي يتحدثون عن تدمير ممنهج للضاحية شبيه بما حدث في غزة. طيب سأعود إليك غنوة، يعني اسمحي لي بالتذكير بهذا العاجل الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية، مراسل العربية معلومات أولية عن سقوط جرحى بسبب إصابة مباشرة في حلون وسط إسرائيل، ونتابع هذه الصور أو صورة يعني التي تدلل على أن إحدى الصواريخ أو أحد الصواريخ الذي أطلقته كتائب القسام وصل بالفعل إلى تل أبيب. إذن سنتابع، ومراسل العربية يتحدث عن إصابة مباشرة في حلون وسط إسرائيل. إذن سنتابع كل ما يستجد حول يعني هذا التصعيد من قبل القسام أيضا، والتي أطلقت صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه تل أبيب. أعود إليك غنوة، إن كانت لديك أي ردود أفعال فيما أعلنه الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية مركزة محددة في جنوب لبنان، إن كانت لديك أي معلومات أو ردود أفعال تتصل بما أكده الجيش الإسرائيلي. حتى الآن يعني لا تبدو، بالنسبة للجبهة اللبنانية لا يبدو بأن ما يفعله الجيش الإسرائيلي مختلف عما سبق وحدث خلال الأيام الخمسة الماضية. هذه العمليات كان قد بدأها خلال الأيام الماضية، تحدث فيها كان حزب الله في بيانات عن اشتباكات دارت على محور العديسة يارون ومارون الراس وغيرها من الجبهات، وعن اشتباكات على مسافة صفر، ولكن بحسب مراسلين في الجنوب وأيضا بحسب المصادر يعني حتى الآن لا يبدو أن هناك أي يعني هجوم يختلف عن 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 الأيام الماضية. الجيش اللبناني كان أعاد تموضعه في بعض المراكز، مصادر كانت قد تحدثت بأن الجيش يعني لديه تعليمات بأن لا يقوم بالهجوم نظرا للإمكانيات التي يمتلكها الآن، ولكن في حال كان هناك أي هجوم على الجيش اللبناني فبطبيعة الحال الجيش من المفترض أن يدافع عن نفسهم، لا يزال موجود في القرى الحدودية رغم إعادة الانتشار والتموضع. ولكن كما ذكرت ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي في بيانه حتى الآن يعني بالنسبة للبنان يبدو أنه لا شيء جديد أو مختلف عن التحركات التي شهدناها خلال الأيام الخمسة الماضية. مراسلة العربية غنوة يتيم، كنت معنا من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية، أشكرك على كل هذه المعلومات. معنا الآن مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهوجي، أهلا بك. يعني لعلك نظرت إلى الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي تدلل على أن هنالك قوات راجلة، قوات برية تتحضر وتتجهز للدخول عبر أحد المواقع. حتى الآن لا ندري جغرافيا هذا الموقع الذي بدأت منه إسرائيل، بحسب ما أكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ هذه العملية المركزة والمحددة، ولكن أود أن أدقق معك في هذه الصور. رأينا جنود راجلين، لم نرى أي عملية إسناد من دبابات، لم نرى أي إسناد جوي من قبل سلاح الجو، إلى ماذا يدلل ذلك؟ هذه صورة إعلامية. يعني يكون هناك وقت المعارك احتدامها لا يوجد عادة صور. هذه صورة لهدف إعلامي، تريد إسرائيل أن تقول عبره أن قواتها باتت داخل الأراضي اللبنانية، وهي قامت بنشر فيديوهات سابقا على منطقة ما قالت أنه منطقة كفركلا. أظهروا أيضا صور لأنفاق دخلوا إليها، قالوا أنها أيضا في المناطق الحدودية. بالأمس كان هناك مشهد تفجير من داخل بلدة يارون، وبالتالي تحركات القوات الإسرائيلية على هذه البلدات الحدودية باتت شبه يومية. هناك دخول قوات إسرائيلية باتت موجودة داخل الأراضي اللبنانية. نحن لا نعلم تحديدا مدى اتساع نطاق تواجدها حتى الآن، إنما إطار العمليات لا يزال إطار عمليات تمهيدية، بسموها softening of defenses، يعني تليين الدفاعات الخصم،
تبدأ المرحلة الثانية وهي دخول قوى الهندسة التي تمهد الطرقات لدخول المدرعات. وهذا هو الشكل التقليدي يعني صحيح. هذا هو الشكل التقليدي، تدخل قوات خاصة من ثم مشات لعملية يعني تثبيت مواقع أساسية، تسمح بعدها لفرق الهندسة بأن تدخل شق طرقات دخول مدرعات. وفق مجريات الأمور الآن على الأرض في الجبهة الجنوبية، يعني عندما يعلن الجيش أنه بدأ عملية، وذات الإعلان كان قد بدأه الأسبوع الماضي وأطلقه الأسبوع الماضي، يعني ما هي الرسالة التي يريد الجيش الإسرائيلي يريد إرسالها عبر هذا العنوان الجديد أو الإعلان الجديد عن بدء العملية؟ هل كما ذكرت أنه فقط لمجرد الكسب الإعلامي، أم خلخلت أيضا أم جانب نفسي يعني؟ لا طبعا، يعني هكذا صور لديها عدة أهداف، أهمها هي العامل النفسي للطرف الآخر، تظهر أن هناك اختراق للدفاعات وبدأ عملية توغل، رسالة للداخل في إسرائيل أن هناك تقدم في العمليات من جانب إسرائيل لدفع مقاتلي حزب الله شمالا، يعني هذه أهدافها الإعلامية. إنما يعني الشيء الأساسي هنا أن إسرائيل قبل أسبوع كان هناك اندفاع سريع بعملية برية، شهدنا الخسائر التي تعرضت لها هذه القوات من ضربات حزب الله. حزب الله كان لا يزال مستعد بشكل جيد، لا يزال موجود في أنفاق ومنتشر في التلال والمناطق المباشرة، وهنا شهدنا توقف، كان كلام إسرائيلي عن إعادة تقييم للعمل. القوات الإسرائيلية ضمن العقيدة الغربية تتحرك بأسلوب الحرب الخاطفة، هي الاندفاع السريع لمناطق والقيام بالإحاطة بمراكز القتال الأساسية. إنما ما نشهده من منذ بضعة أيام هو تحول إلى عملية الأرض المحروقة، هي القصف الكثيف، تدمير ممنهج للقرى والبلدات والتقدم ببطء بهدف إبقاء عدد القتلى متدني. هذه نفس التكتيكات التي شهدناها في غزة. نتنياهو يريد إبقاء الدعم الداخلي للحرب، هذا الدعم يبقى عندما يكون عدد القتلى في صفوف الجنود متدني، ومن هنا هذه الاستراتيجية الحذرة من جانب إسرائيل في التقدم البري داخل لبنان. طيب في مثل هكذا حالات، هل سيستخدم حزب الله ذات المنهج القديم في مثل هكذا عمليات، وهي مسألة الدفاع المرن، يرجع إلى الوراء، ينسحب من بعض المواقع، ينصب الفخاخ بالنسبة للجانب الإسرائيلي، أم ماذا؟ هذه أنسب طريقة للتعامل. حزب الله ليس بالجيش النظامي، وبالتالي من الأجدى له أن يقوم بهكذا عملية دفاع مرن كر وفر. كر وفر هي علامة القوات المقاومة بأسلوب حرب العصابات، هي عدم الاصطدام المباشر مع القوة المتقدمة. لماذا؟ لأن هذه القوة المتقدمة تملك قوة نيران كبيرة، وهي تملك تفوق عددي ونيراني، والاصطدام بشكل مباشر يكلف خسائر كبيرة. ومن هنا الأفضل هي عمليات نصب الكمائن، الكر والفر، لإعاقة تقدم العدو. الهدف لا يكون، يعني يعلم أنه لا يستطيع وقف تقدم إسرائيلي بشكل تام، إنما هي الهدف هنا الإعاقة قدر الإمكان وتكليف خسائر من أجل تقليب الرأي العام الداخلي في إسرائيل ضد العمل، تحول إلى نوع من استنزاف. هي استراتيجية حزب الله هي نصب هذه الكمائن الكر والفر لاستنزاف الخصم، أولا لتأخيره، ثانيا لمحاولة ثنية عن الاستمرار في التقدم عبر يعني إظهار أن التكلفة عالية جدا ستكون. هذه هي استراتيجية يعتمدها حاليا حزب الله في التعامل مع الإسرائيليين. رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، أشكرك دائما على كل ما تفضلت به.
أتجه الآن مباشرة مشاهدينا إلى البقاع. معنا موفدة العربية لارا نبهان. أهلا بك لارا، يعني تظهر الآن وتظهرين الآن ومعك أحد الضيوف، عرفينا عليه وكذلك الكلمة لك الآن. صحيح، بالفعل نحن هنا في المستشفى اللبناني الفرنسي نقف عند التطورات المتعلقة بالمستشفيات، نظرا إلى أنه نتحدث عن أعداد كبيرة من المصابين الذين يأتون إلى هذه المستشفيات، خاصة بمنطقة البقاع التي تتعرض لقصف مكثف. معي هنا الدكتور فادي عاصي، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى اللبناني الفرنسي. دكتور فادي، شكرا على وقتك. أول شيء بدنا نفهم من حضرتك قد عم يجيكم أعداد لهون، أعداد مصابين، وما هي أوضاعهم؟ الحقيقة نحن مركز المستشفى وسهولة الوصول لإله قدرنا استقبلنا أغلبية العالم اللي إجت على مستشفيات زحلة. استقبلنا حوالي 60 شخص، إصاباتهم تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، والإصابات الكبيرة تطلبت جراحات متعددة بالوجه وبالبطن وبالأطراف، وكان في حالات عازة عناية فائق. بقدرنا بوجود الكادر التمريضي والطبي الموجود بالمستشفى أمننا كل الخدمات، ولم نزل لحد هلأ عندنا الكادر التمريضي مأمنين له إقامة دائمة بالمستشفى. ليش إقامة دائمة؟ هن كمان تحت الضغط بموضوع النزوح، وهن موجودين أهليهم وبيوتهم بالبقاع الأوسط تعرضوا للقصف، وما عاد عندهم الوسائل حتى يجوا على المستشفى، فأمنا لهم الإقامة بالمستشفى لحتى يكون عندنا ستاف تمريضي حاضر، كذلك الحكمة أغلبيتهم اللي هن قاعدين دير مدار المستشفى وأغلبيتهم متواجدين كجراحين عظم وجراحين جراحة عامة موجودين بالمستشفى لنأمن كل الخدمات الطبية اللازمة. بالنسبة لإمكانيات المستشفى والتعاون مع السلطات اللبنانية، هل الإمكانيات موجودة إلى الآن وما الذي يقدم لكم حتى الساعة؟ الحقيقة الإمكانيات اللي موجودة بالمستشفى هي إمكانيات ذاتية، لأنه بعد لحديت هلأ ما قدرنا وصلنا من المساعدات أي شيء، ونحن تعاوننا مع الوزارة قائم من زمان، بس بعد لحديت هلأ خدمة المريض والمصاب بالدرجة الأولى بدنا عم نطلع لحتى تشوفي تجني أي أرباح مالية من وراء هالخدمات، بس بعد لحديت هلأ ما وصلنا ولا أي شيء. بنتأمل من الوزارة أنه تسهل أمور الدفع لحتى المستشفيات تضل واقفة على إجريها. دكتور فادي، إذن فعليا يعني كما تبعت معنا نحن نتحدث عن إمكانيات ما زالت موجودة لدى بضع المستشفيات، ولكن فعليا إمكانيات ذاتية كما قال دكتور فادي معنا قبل قليل. نتحدث عن 11 مستشفى خرجت عن الخدمة بالنسبة للبنان ككل، عدد كبير منها بمناطق الجنوب إلى جانب كذلك في منطقة بيروت وتحديدا بمحيط الضاحية الجنوبية. نتحدث عن 25 مستشفى يعمل بشكل جزئي بمنطقة الجنوب. هناك صعوبة كبيرة للطواقم الطبية أن تصل لعدد من هذه المستشفيات نظرا إلى القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلي، ونتحدث عن أن الفرق الطبية الموجودة بهذه المستشفيات مثلها مثل باقي الشعب، هم إما تحولوا إلى نازحين أو يعانون من ضغوط كبيرة من ناحية وجود أهاليهم بمناطق خطيرة. حتى الآن بالنسبة للبقاع الأوسط هناك قدرة استيعابية للمستشفيات، ولكن فعليا هناك حالة قلق كبيرة مما يمكن أن يكون آتيا. طيب، أشكرك موفدة العربية لارا نبهان، كنت معنا من البقاع، وشكرا أيضا لضيفك الذي تفضل بهذه الإفادات على الهواء مباشرة. تحياتي إليكم. قالت الخارجية الأمريكية أن الضغط العسكري يتيح الدبلوماسية في بعض الأوقات، لكنه قد يؤدي أيضا إلى سوء تقدير، وجاء هذا كتعليق من واشنطن على القصف الإسرائيلي على لبنان. أكدت الخارجية الأمريكية على أن لإسرائيل الحق في تعقب أهداف أو أهداف من أسمتهم بالمتطرفين، لكن ينبغي عدم استهداف البنية التحتية المدنية. كما أضافت الخارجية أنها تواصل التشاور مع إسرائيل، وأن هدف واشنطن هو التوصل لهدنة لإتاحة المجال للدبلوماسية.
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جنود الجيش يقومون بتفكيك البنية التحتية لحزب الله. جاء ذلك خلال زيارة للجنود على الحدود اللبنانية. أنا هنا مع جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية. على بعد أمتار قليلة من هنا يقوم رفاقهم عبر الحدود بتفكيك البنية التحتية الإرهابية التي أعدها حزب الله لمهاجمة مستوطناتنا. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت لشبكة سي إن 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 إسرائيل تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة استعدادا للرد على إيران، لكنها ستتخذ قراراتها المستقلة حول كيفية الرد. وبينما أوضحت الولايات المتحدة معارضتها لتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، قال جالانت إن إسرائيل لم تستبعد أي من خياراتها. قال القائد السابق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي إن لإسرائيل حزمة كبيرة من الخيارات لاستهدافها في إيران، وربما قد تلجأ إلى خيار تصعيدي باستهدافها للمرشد الإيراني أو ربما استهداف برنامجها النووي. إسرائيل لديها الكثير من الخيارات، ربما خيار تصعيدي للغاية مثل استهداف المرشد الأعلى بنفسه، أو ربما استهداف البرنامج النووي أو البنية التحتية للنفط، أو يرون أهدافا عسكرية. لديهم حزمة كبيرة من الخيارات، ولديهم القدرة على تنفيذ معظم هذه الهجمات. كما أكد ماكنزي إن إسرائيل لا تمتلك القدرات الكافية لاستهداف الأهداف النووية بمفردها والتي وصفها بصعبة. الأهداف النووية الإيرانية صعبة جدا. لدينا قدرات خاصة تجعلنا قادرين على استهدافها. الإسرائيليون لا يمتلكون كل هذه القدرات. يمكنهم إلحاق الضرر بهذه الأهداف إذا اختاروا مهاجمتها، ولكن بسبب حجمها وتعقيدها وكيف توسعت على مدار السنوات الماضية ستكون أهدافا صعبة للقضاء عليها بأكملها، وستحتاج موارد كبيرة. ومن وجهة نظر عسكرية توجد أهداف أخرى مهمة قد يتم ضربها في الرد. بعد استدعاء إيران السفير الأسترالي في طهران بسبب موقف بلاده المتحيز لإسرائيل كما وصفته، ردت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية في بيان أكدت فيه أن أستراليا لا تعتذر عن الآراء التي عبرت عنها حول تصرفات إيران أو تصرفات سفيرها لدى أستراليا. وأضاف أن أستراليا أدانت الهجوم الإيراني المتهور على إسرائيل والتي تعتقد أنه كان تصعيدا خطيرا. أخيرا اختتم البيان بدعوة أستراليا إلى تواصل جميع الأطراف لضبط النفس وخفض التصعيد. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات لتجنب الهجمات على أهداف معينة في إيران. وقالت الهيئة إن الولايات المتحدة عرضت تقديم دعم دبلوماسي كبير ومساعدات عسكرية إضافية دون أن يتم تحديد التفاصيل حول الأهداف الإيرانية التي لا تريد الولايات المتحدة أن تهاجمها إسرائيل. معنا الآن مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. أهلا بك. اليوم منذ الصباح يعني أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية برية محددة مركزة في الجنوب، وكذلك أيضا مراسلنا من غزة نقل أن هنالك تصعيد أيضا في جانب غزة. هل يمكن أن تستكمل هذه الحلقة اليوم أن تقوم إسرائيل باستهداف بعض المواقع الإيرانية؟ بلا شك إسرائيل ستركز هذه الأيام على الفصائل التابعة لإيران والحليفة مع إيران، وهذا ما نشاهده في لبنان وحتى في غزة، هذه الهجمات العنيفة وحتى بلا رحمة في غزة كما شاهدناها. هذه الهجمات تدل بأن إسرائيل الآن تريد أن تكمل هذه الحلقة. طبعا الرد على إيران يبدو بأنه تم تأجيله إلى بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن يوم الأربعاء. قد يتم تأجيل هذا الرد حتى تتوصل إسرائيل
مع الولايات المتحدة إلى تفاهم حول الأهداف التي تريد ضربها في داخل إيران. هذا الأمر أنا أعتقد لا يزال خلف الكواليس، هو خلافات حول هذا الأمر لا تزال مستمرة بين واشنطن وتل أبيب. لذا نرى من خلال التصريحات عندما يتحدثون الأمريكان يعطون لإسرائيل عدة خيارات، وهذا يعني اختاروا الخيارات الأقل شدة في تصعيد في المنطقة. مثل ماذا؟ الولايات المتحدة مثل ماذا سيد مسعود؟ قد تكون استهداف مسؤولين، طبعا لا استهداف المرشد بالنسبة للنظام، ستكون هذه نهاية التصعيد باعتقادي بين إيران وإسرائيل، وهذا يحتاج أكيد يحتاج إلى موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد الأمريكان في هذه الظروف يوافقون على ذلك. ولكن الأهداف النووية أيضا واضحة لأسباب تقنية، وهذه قلناها عدة مرات، لأسباب تقنية لا يمكن لإسرائيل أن تستهدف وتقضي على المنشآت النووية، قد تضرب المنشآت النووية دون أن تقضي عليها، سوف لن تحل المشكلة. والأهداف النووية الإيرانية منتشرة في مناطق مختلفة، والأكثر حساسية في هذه المنشآت هي تحت الأرض، تحتاج إلى دعم حقيقي أمريكي لوجستي وتسليحي حتى تستطيع إسرائيل الوصول إلى هذه المنشآت. والمسألة النفطية كمان تحدثنا عنها، بأن مسألة أسعار الوقود والفوضى التي سوف تسود الوقود في العالم، هذه أيضا مشكلة تؤثر على الاقتصاد العالمي، وأيضا تؤثر على الوضع الداخلي الأمريكي، بما أن أسعار الوقود تؤدي إلى رفع أسعار البنزين، والسائق الأمريكي بلا شك له دور في التصويت، هؤلاء الذين يقودون سياراتهم ويرون الأسعار ارتفعت بقوة سوف تنعكس سلبا على الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة. لذا هناك خيارات أخرى تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، طيب. ضرب الدفاعات الجوية مثلا كما فعلت إسرائيل المرة الماضية، الدفاعات الجوية للمنشآت النووية كما عملت بالنسبة لمنشأة أود أن أسألك هنا تحديدا، وأنت تتحدث عن بنك الأهداف، ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن عرضت على إسرائيل حزمة تعويضات لتجنب الهجمات على أهداف معينة في إيران، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إسرائيل بالتنازل عن بعض الأهداف مقابل شيء ما يقدم من قبل واشنطن لإسرائيل، وسمتها تعويضات وكذلك أيضا دعومات، لكن لم تتحدث عن هذه الجزئية تحديدا، طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدم لإسرائيل ويجعلها تتنازل عن بعض الأهداف. طبعا هذه الأهداف قد تكون أهداف صناعية أخرى. صناعات الفولاذ في إيران صناعات مهمة. إيران من الدول المصدرة للفولاذ، هي تعتبر تاسع مصدر للفولاذ بالعالم في الوقت الحاضر، وهذا يشكل دخل إضافي لإيران بلا شك. لذا قد تستهدف إسرائيل هذه الصناعات، وهي موجودة معظمها في مدينتين، في أصفهان وفي الأهواز، وأيضا قد تقوم إسرائيل بضرب المنشآت الصاروخية والمنشآت المسيراتية. هذه الأهداف قد تعطي إسرائيل صورة القوة التي استطاعت تقوم أن ترد دفاعا عن نفسها كما تقول اليوم، طيب. ولكن سمعنا بأن التهديدات الإيرانية أيضا انتشرت منذ الصباح. قائد الأعلى للحرس الثوري الإسرائيلي إيراني هدد إسرائيل بضرب مواقع في إسرائيل، وصحيفة كيهان القريبة من المرشد تحدثت عن ضرب تل أبيب وحيفا خلال 10 دقائق، طبعا لا تحدد نوع الصواريخ التي تريد إيران ضرب تل أبيب وحيفا بها. مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، أشكرك على كل ما تفضلت به. حالة من الترقب للرد الإسرائيلي على إيران،
الترجيحات تشير إلى أن الرد المرتقب سيستهدف مناطق إيرانية استراتيجية. تفاصيل أكثر مع محمد السيف. بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل والوعيد الإسرائيلي باستهداف مناطق إيرانية استراتيجية، بات الحديث يتمحور حول المناطق التي قد تكون ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي. على رأس قائمة البنك الإسرائيلي تأتي المنشآت النووية الإيرانية، وذلك حسب توقعات المحللين، والتي قد تشمل مصانع إنتاج وتخصيب اليورانيوم والمفاعلات النووية مثل مفاعل بوشهر وموقع تخصيب اليورانيوم مثل نطنز وفوردو. استهداف المواقع النووية الإيرانية قد يواجه بعض المصاعب بسبب التحصينات الجبلية والتي يقع بعضها في أعماق الأرض، ما يعني الحاجة لصواريخ محددة قادرة على اختراق التحصينات الإيرانية. رغم صعوبة الأمر والتهديدات التي قد تتسبب بها ضربة من هذا النوع، إلا أن البعض يرى أن ما يجري الآن قد تعتبره إسرائيل فرصة ذهبية لها لإلحاق الضرر ببرنامج إيران النووي. قطاع النفط والطاقة أحد الأهداف الإسرائيلية المحتملة في ردها المرتقب. استهداف إسرائيل لصناعة النفط الإيراني من المتوقع أن يلحق الضرر الكبير بالاقتصاد الإيراني. إيران تمتلك 145 حقلا نفطيا، قد تستهدف إسرائيل بعضا منها في ردها، أكبرها حقل الأهواز الواقع في جنوب غربي إيران، بالإضافة إلى حقل جيتس شران وكذلك حقل مارون الواقع في إقليم الأهواز. حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل مما وصفته بالتطور الخطير للغاية مع اقتراب عمليات الجيش الإسرائيلي من أحد مواقعها في جنوب لبنان. وقالت اليونيفيل في بيان إنها تشعر بقلق عميق إزاء العمليات الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي على مقربة مباشرة من موقع البعثة جنوب شرق مارون الراس داخل الأراضي اللبنانية، مضيفا أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بالمهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن. قدر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن حوالي 220 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا، مشيرا إلى أن 70% منهم سوريون. نقدر وربما يكون تقديرنا متحفظا أن 220 ألف شخص عبروا الحدود السورية، 70% منهم مواطنون سوريون و 30% لبنانيون. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع جدا. نواجه هنا تحديا إنسانيا بسبب النزوح. قال محمود قماط المسؤول بحزب الله اللبناني إن الجماعة تدار بشكل مشترك داخليا، وإن اختيار الأمين العام سيستغرق بعض الوقت. كما قال قماطي إن إسرائيل تمنع وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي يعتقد أن بها القيادي هاشم صفي الدين. ولدت بنتي من 20 يوم، لما ولدتها أكيد كان الأحداث، بس كان الوضع عندنا بعده مش كتير متأزم. بس كان عمره 10 أيام تأزم الوضع كتير وضربوا الضيعة وقالونا لازم نفل من الضيعة وهربنا، وكان كل طريق قصف وغارات، وضلينا 11 ساعة الطريق لوصلنا على صيدا. وإنه هون قاعدين نحن خمس عيال مع بعض، إنه شو خمس عيال وفي طفل بغرفة واحدة. قال قصر الإليزي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعرب ماكرون عن قناعته بأن وقت وقف إطلاق النار قد حان، وأن أمن إسرائيل لن يتحقق بإطالة أمد حرب غزة ولبنان ولا بمزيد من السلاح، لافتا إلى أنه يجب العمل على حلول سياسية تضمن أمن إسرائيل والمنطقة. عام على السابع من أكتوبر، التاريخ الذي غير ملامح قطاع غزة وأسفر حتى الساعة عن مقتل ما يقرب ل 42 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 97 ألفا ونزوح نحو مليوني شخص. وفي ذكرى السابع من أكتوبر، إسرائيل تنكس أعلامها حدادا على ضحاياها. نتابع هذه الصور من الكنيست.
من جهته قال المرشد الإيراني علي خامنئي في منشور له باللغة العبرية على منصة إكس، قال إن عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي أعادت إسرائيل 70 عاما إلى الوراء على حد تعبيره. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات جوية استهدفت أهدافا تابعة لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، تشمل منصات إطلاق صواريخ دقيقة وبنى تحتية حيوية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأن عناصر حماس كانت تخطط لإطلاق قذائف باتجاه العمق الإسرائيلي، ما استدعى التحرك لإحباط التهديد وبشكل فوري حسب ما نشره المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي. كما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي استهدف في سلسلة غارات مسلحين لحركة حماس كانوا يعملون في مجمعات القيادة والسيطرة التي أقيمت في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس استخدموا هذه المجمعات للتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل. الجيش الإسرائيلي أشار أيضا إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات والخطوات للتقليل من فرص إلحاق الأذى بالمدنيين مستخدما الأسلحة الدقيقة في ذلك. هذا وأفاد مراسل العربية بإصابة 11 شخصا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لخيام النازحين في باحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. كما أوضحت مصادر للعربية أن الطائرات الإسرائيلية تستهدف في قصفها شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي الضفة الغربية أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة دهم واقتحام لمدن جنين وقلقيلية وتولكرم. وفي المقابل أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة. هذا وأفاد مراسل العربية بإطلاق 4 صواريخ اعترضتها القبة الحديدية، فيما دوت صفارات الإنذار في حليت وصوفة بغلاف غزة. مشاهدينا، عام مر على اندلاع حرب 7 أكتوبر التي غيرت معها معالم قطاع غزة الصغير الذي عانى وما زال يعاني من تداعيات حرب لا تزال مستمرة ولا أفق يشير إلى نهايتها. كلفة الحرب البشرية والمادية نتعرف عليها بلغة الأرقام مع فارس صلواتي. سنة من الحرب في غزة، سنة من المواجهات وحصيلة ضخمة في الهجمات وثقيلة بالخسائر. بلغة الأرقام، الجانب الإسرائيلي تحدث عن قصف أكثر من 40,000 هدف لحركة حماس وتدمير 1,000 موقع كان يستخدم لإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب. الأرقام الإسرائيلية أيضا تتحدث عن مهاجمة حوالي 4,900 هدف لحزب الله بضربات جوية وفق ما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست. ويقدر الجيش الإسرائيلي بأنه قضى على نحو 14,000 عنصر ينتمون إلى حركة حماس وجماعات أخرى في قطاع غزة. وفي الشق المتعلق بخسائره، هو تحدث عن مقتل 726 جنديا إسرائيليا منذ بدء حرب 7 أكتوبر. لكن هذه الأرقام الحربية الإسرائيلية تقابلها أرقام باهظة من الجانب الفلسطيني. حجم الدمار في قطاع غزة تلخصه هذه المشاهد التي نراها مشاهدين، الركام في كل مكان، فنحو 86% من المباني سويت بالأرض بفعل الضربات الإسرائيلية المستمرة. ويبقى الرقم الأقصى والأهم هو الكلفة البشرية التي لا تعوض، مع ما يقرب من 42,000 قتيل وحوالي 2,000,000 نازح. وفي النهاية رقم آخر يلخص الصورة، إعادة إعمار قطاع غزة لما كان عليه. قد يتطلب ذلك نحو 70 عاما.
نذكر مشاهدينا بالعاجل الذي ظهر قبل قليل على شاشة العربية نقلا عن نائب قائد فيلق القدس الإيراني يقول إن قاآني بصحة جيدة. إذن نائب قائد فيلق القدس الإيراني يقول إن قاآني بصحة جيدة. طبعا هذا بعد الجدل الكثير الذي دار ويدور الآن حول مصير إسماعيل قاآني وأيضا سر هذا الاختفاء. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل العربية خضر الزعنون. أهلا بك ليلى. وصفت بأنها مرعبة بالنسبة لسكان شمال قطاع غزة. ضعنا في صورة ما يجري الآن في قطاع غزة بعد عام على مرور 7 أكتوبر. نعم محمد، وكأننا في اليوم الأول من 7 أكتوبر 2023، حيث أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على مختلف المناطق هنا في قطاع غزة، وبأكثر تركيز في المناطق الشمالية لقطاع غزة والتي تشهد عملية توغل لليوم الثالث على التوالي، حيث تحاصر الآليات العسكرية الإسرائيلية بلدة جبالية ومخيم جبالية وأيضا بلدة إلى الشمال الغرب من قطاع غزة. هذا كله يأتي في ظل عمليات القصف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضا على مناطق منذ ساعات الفجر وحتى الآن، عدد من الضحايا سقطوا أيضا من المصابين سواء في المناطق الشمالية من قطاع غزة وحتى في مدينة غزة بأحيائها المختلفة والمنطقة الوسطى، خاصة مخيمي البريج والنصيرات والذين أيضا طالهما عدد من القصف سواء الصاروخ وأيضا المدفع، وأدى ذلك إلى السقوط على الأقل حتى هذه اللحظة من مخيم البريج 3 من الضحايا وعدد من الجرحى والمصابين والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور. أيضا محمد، في المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بدأت عملية توغل من قبل الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة وسط أيضا كثافة نارية سواء من قبل مسيرات إسرائيلية التي تطلق النار خاصة التي تسمى بالكواد كابتر وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي. هذا الوضع الميداني محمد أيضا يرافقه وضع إنساني وصحي وطبي صعب يعيشه الفلسطينيون بعد عام كامل من هذه الحرب المتواصلة على القطاع، والمواطنون يعانون أيضا من الجوع ومن العطش وأيضا من انتشار الأوبئة في خاصة في صفوف الفلسطينيين الذين غالبيتهم من النازحين. خضر الزعنون مراسل العربية كنت معنا من غزة، تحياتي لك دائما. قال خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج خلال كلمة ألقاها في ذكرى مرور عام على عملية 7 أكتوبر إن إسرائيل فشلت خلال عام من الحرب على قطاع غزة. هذا الطوفان أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، وهو يعبر عن ذلك أنه يعيش حرب وجود، حرب وجودية هزت ثقته، دمرت نفسيته، أفقدت الشارع الصهيوني بالثقة بالنفس. حتى آخر استطلاعات الرأي عندهم هيئة البث الإسرائيلية وهي تتكلم عن هذا، عن رغبتهم بالرحيل من فلسطين وعن قلقهم أن يسكنوا في غلاف غزة أو في شمال فلسطين، وعن تقييمهم أن الذي هزم هو نتنياهو وإسرائيل وليست حماس. حماس انتصرت، المقاومة انتصرت، هذه قناعة الصهاينة أنفسهم. ينضم إلينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، تحياتي لك سيد أنور. خالد مشعل تحدث في عدد من النقاط وأيضا عدد من العناوين، واحدة منها ذكر أن الطوفان أو طوفان الأقصى بحسب ما ذكر حقق في سنة أكثر مما حققته المقاومة في سنوات. عن أي المكاسب يتحدث سيد خالد مشعل؟ لن تحياتي لك كريم ولكافة مشاهدي ومتابعي قناتكم. يعني للأسف أنا استمعت لخطاب السيد مشعل وبالأمس لخطاب أيضا السيد خليل الحي وخطاب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. في الحقيقة يعني ما جاء في الخطاب كان صادما جدا وكان خارج المنطق، ويعني واضح أنه السيد خالد مشعل وحركة حماس أيضا منفصلة عن الواقع وعما يعني النتائج الحقيقية للحرب التي ما زالت تدور رحاها في قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية. أنا لا أعرف حقيقة عن أي إنجازات يتحدث السيد خالد مشعل، وحقيقة يعني الخطاب مليء بالتسويق
انتصارات وهمية وإنجازات غير حقيقية ومحاولة حتى لتسويق بعض الإنجازات التي جاءت في سياق الحرب وكأنها إنجازات لحركة حماس ولسبعة أكتوبر، وهذا حقيقة فيه كثير من التجني على الدم الفلسطيني وعلى التضحيات الفلسطينية وعلى النضال الفلسطيني، لأنه في الحقيقة إذا ما أردنا أن وكما أشرتم في التقرير إلى الحصاد حتى اليوم بعد سنة كاملة من العدوان على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، حجم الخسائر والكوارث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حقيقة تفوق كثيرا ما يتحدث عنه مشعل من إنجازات. طيب سيد أنور، ما الذي كان يجب أن يقال يعني في رأيك من قبل خالد مشعل ونحن اليوم نمر بالذكرى الأولى للسابع من أكتوبر وحدث كل ما حدث الآن، ما الذي كان يجب أن يسمعه الناس الآن في قطاع غزة وفي فلسطين من خالد مشعل؟ أنا أقول لك، بعد مضي عام كنا نتوقع أن يخرج خالد مشعل أو حتى خليل الحي أو أي من الفصائل التي تدور في فلك حماس والحديث عن جردة حساب، عن إجراء مراجعات جدية لما جرى طوال هذا العام، بمعنى أن الخطاب جاء ليؤكد على نفس الاستراتيجية ونفس المواقف ونفس الاصطفافات ونفس التموضع، وهذا أثبت خلال العام المنصرم أن هذه الاستراتيجية سواء كانت على الصعيد الميداني أو على الصعيد السياسي هي استراتيجية لم تؤتي ثمارها. وأنا على سبيل المثال هنا أود الحديث، يعني كنا نتوقع، وبالمناسبة خطاب خالد مشعل وخطاب خليل الحية خلا تماما من أي مفردات لها علاقة بالوحدة الوطنية، لها علاقة بالكل الوطني. وضحت الفكرة سيد أنور رجب الكاتب والمحلل السياسي، أعتذر للمقاطعة ولكن هذا ما سمح به الوقت، أشكرك على وجودك معنا على الهواء مباشرة. انتهت هذه الساعة الإخبارية، التغطية ما تزال مستمرة، راوية القاسم تلقاكم في ساعة إخبارية قادمة، ابقوا دائما مع العربية.